أكثر من 60 إماماً مفتياً في الجزائر لتلبية متطلبات الجزائريين من استشارات في المجال. منصب الإمام المفتي ولما له من أهمية سيتم تحديده قريباً بقرار وزاري مشترك. وصلنا إلى مرحلة إمضاء قرار وزاري مشترك لتعيين وتحديد المناصب، هذه المناصب العليا ذات الوظيفة يعني لمنتسبي قطاع الشؤون الدينية فيما يسمى بإمام مفتي. واليوم عندنا 65 إمام مفتي في الجزائر، لأن الآن القرار سيمضى أو ربما وصل إلى الإمضاء. 65 مفتي، في كل ولاية فيها إمام مفتي، وفي جامع الجزائر وحده 7 مفتين، 7 أئمة مفتين. وبالنظر للتطور الحاصل في تكنولوجيات الاتصال الحديثة، أضحى لزاماً على الإمام المفتي التكيف مع الواقع من خلال الحضور في مختلف الفضاءات. عالم اليوم يصير بسرعة ويصير إلى متحولات كبيرة في عالم التكنولوجيا وعالم الاتصال، ولذلك وجب على الإمام أن يضيف إلى معارفه وحقيبة معارفه بعض الآليات التي تجعله منسجماً مع ما يحدث للناس كما ذكرت من أقضية. جهود كبيرة يبذلها أئمة الجزائر للاستجابة لمتطلبات المواطنين في الإفتاء في مختلف القضايا، جهود برزت أكثر خلال جائحة كورونا، فاللجنة الوزارية للفتوى وجهت المواطنين بما يتماشى والمحافظة على دينهم وحياتهم.